حرفيا دلوقتي يا جماعة كانت دماغي هتنفتح بس علشان الصورة بتاعت الفيديو ده. جايز وحشتوني، مش تقولوا لي قبل ما تيجوا تزوروني اعمل لكم كيك، اعمل لكم كحك العيد، اعمل لكم شاي، بسكوت، اي حاجه، هاتوا حضن. بجد وحشتوني قوي، وحشتوني 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 وحشتوني. يا وحشتوني يا اصدقائي يا عيله روان داش. اوكي باي. انا اسف، انا عارف ان انا اتاخرت بس والله عندي اسبابي الخاصه هقول لكم عليها دلوقتي. اكره ما عليا في الحياه اني اغيب عليكم واتاخر على تنزيل الفيديوهات، حقيقي الحاجه دي بتتعبني نفسيا. اللي متابعيني من زمان وعارفيني هيعرفوا ان انا دلوقتي حاليا مش في البيت بتاعي، واصلا انا مش في ابو ظبي. واللي متابعيني برضو انا واختي على الانستغرام هيعرف انه جالنا مولود جديد في العيله. الحمد لله يا رب، بس من امبارح ولدت. مش قادره اصدق انه او ماي جاد. لما قلتها دلوقتي حسيت انه او ماي جاد، بس ما ولدت، بس ما بقى عندها ابن، يعني بس ما اختي الهبله المجنونه دي بقى عندها ابن. انا حقيقي شخصيا كروان انا مش قادره اصدق لسه، يعني فاهمين انتوا احساس غريب، احساس كده. انا عايز جمله مفيده. رحنا المستشفى واطمنا عليها واطمنا عليه، والحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله قامت بالسلامه، بس هي لسه في المستشفى وهتبقى هي تطلع وتحكي لكم تفاصيل اكتر، وهتحكي لكم اسم البيبي وهتقول لكم كل الحاجات دي. فعلشان كده انا دلوقتي موجوده في دبي واجرت شقه علشان اكون جنبها، الشقه دي في نفس العماره اللي هي فيها، علشان كده انتم ممكن تلاحظوا ان البيت يعني شبه بيتها شويه. الشقه دي احنا اجرناها تقريبا لاسبوعين، فهنفضل قاعدين هنا فتره طويله، فقلت اكيد لازم برضو اعرفكم على المكان وتتعرفوا عليه وتشوفوه. قبل ما ابدا واوريكم البيت الجديد اللي انا قاعده فيه في دبي، عايزه منكم لايك كبير جدا جدا على الفيديو ده. وجايز قربنا جدا على المليون، يعني بحس عيب علينا، نقدر نوصل للمليون اسرع من كده بكتير. سو انزلوا دلوقتي حالا دوسوا على السبسكرايب. وقبل ما نبدا الفيديو اكيد عايزه اعرض لكم تعليقات النهارده من البنتين الجمال دول اللي هيطلعوا معانا في فيديو النهارده. عايزه اقول لهم شكرا من كل قلبي على كلامكم اللي يجنن، ولو انتوا كمان حابين ان التعليق بتاعكم انتوا يطلع معايا في الفيديو اللي جاي، كل اللي عليكم تعملوه هو لايك على الفيديو ده، سبسكرايب للقناه، وتسيبوا لي تعليقاتكم تحت، بس كده. اوكي يا جماعه، سو قبل ما نبدا الفيديو انا حابه شويه اقعد اكلمكم، احكي لكم ايه اللي حصل في المستشفى، صحه بسمه عامله ازاي، ايه احساسي انا لما شفت البيبي، ردت فعلي كانت ايه. صراحه كده قبل الولاده كنت مقرره انا وبسمه انه هنعمل فلوج وهنصور كل لحظه بلحظتها، بس صدقوني يا جماعه انا كروان مجرد ما رجلي دخلت على الاوضه بتاعت بسمه وشفت شكل بسمه مع البيبي جنبها، حسيت احساس يمكن اول مره في حياتي احسه فعلا فعلا. يعني مهما شرحت لكم، مهما حاولت اقرب لكم الاحساس ده، مستحيل حد يقدر يحس. يعني مع انه كنت مقرره هصور وهشارككم اللحظه بلحظتها لانه حقيقي انتوا اهلي واصحابي وبحب دايما اشارككم كل حاجه في حياتي، بس مجرد ما انا شفت البيبي انسوا الموضوع جايز، اقسم بالله انا انفجرت من العياط. يعني كل ما كنت قاعده بشوف وشه اكتر، كل ما كنت قاعده بعيط اكتر، انه مش قادره اصدق انه ده ابن بسمه. اول ما شفت نسيت الفلوج ونسيت الكاميرا ونسيت اليوتيوب، نسيت العالم كله اصلا، نسيت نفسي انا. احلى احساس انا حسيته في كل حياتي، وبجد مبسوطه جدا اني رحت لها اول يوم. طبعا انا هبقى مع بسمه كل يوم في المستشفى لحد ما تطلع بالسلامه ان شاء الله. سو النهارده بعد تصوير الفيديو ده هروح اعمل المونتاج في الاوضه بتاعتها، وهجيب لها غدا وهناكل مع بعض ونقعد مع نونو. بس مش حابه اطول عليكم اكتر من كده لانه متاكده ان انتم متحمسين جدا تشوفوا البيت. سو يلا بينا على الجوله واوريكم كل التفاصيل اللي في البيت. اوكي يا جماعه، سو هبدا لكم هنا من عند باب البيت. انا دلوقتي عند باب البيت اسود زي التي شيرت بتاعي، صح نسيت اوريكم الاوتفيت، هبقى اوريه لكم في نص الفيديو، سو ترقبوا. كان نفسي بصراحه انه ابدا الفيديو انه حد يخبط على الباب وانا افتح والجو ده ويلكم تو ماي هاوس، لكن صراحه انا دلوقتي لوحدي في الشقه. سو اوكي يا جماعه، سو هو ده الباب بتاع البيت، وهنا جنبه في لوحه المفاتيح دي بتاعت الكهرباء، وبعد كده لما بتلفوا هنا بيكون في ممر كده، في هنا الحمام وهنا في الغرفه، هوريها لكم بعدين. بس هو ده الشكل النهائي بتاع الشقه، عجبني جدا جدا الاضواء بتاعتهم. هنا زي ما قلت لكم الله يكرمكم في الحمام، في حمام هنا كده صغير. هلو. على فكره والله يا جماعه انا عندي كاميرا بروفيشنال كانون، لكن كل ما استخدمها انتوا بتقولوا لي روان ارجعي لتصوير الموبايل لانه احنا بنحبه اكتر. سو ذاتس واي انا بصور بالموبايل حاليا، بس الكفر بتاعي لازم له تغيير لانه صراحه شكله غجري جدا. وبعد كده هنا لما بتلفوا اول حاجه تطلع عندكم هنا هي المطبخ. المطبخ من اكتر الحاجات اللي عجباني في الشقه كلها لانه الصراحه يجنن، يعني حبيت انا كروان بعشق المطابخ اللي
بتبقى امريكان اللي هي المطابخ المفتوحة دي. كمان عجبني قوي ان هو اسود، يعني حسيت انه كده مطبخ مختلف. دايما المطابخ بتبقى بيضة بس ده كده على اسود شكله يجنن الصراحة. هنا في حاجات اشتريناها النهاردة الصبح بس لازم نحطها في التلاجة وكده. هنا عندي الرينج لايت بتاعي. بعد كده بنلف كده ونشوف الصالة او الصالون. شوفوا ما احلى جايز، شوفوا ما احلى السقف اصلا، ازاي الاضاءة بتاعته تجنن. هو ده الصالون، وهنا في الحيطة دي عليها التي في عشان لو عايزين تقعدوا تتفرجوا على التلفزيون. شوفوا ما احلى البيت، انا حبيت جدا الالوان الغامقه، يعني البيت الوانه غامقه. في هنا اللوحه دي اللي برضو تجنن، والكنبه بتاعتهم مريحه جدا على فكره. الكنبه فعلا فعلا مريحه، الله حلو قوي. يعني عارفين في كنبات معرفش، المهم في كنبه ممكن تناموا عليها قد ما هي مريحه، وفي كنبه يلا يلا تقعدوا عليها. دي من الكنب اللي فعلا مريحه لدرجه انه الواحد ممكن ينام عليها. المهم خلوني دلوقتي اوريكم برضو الفيو بتاع الفندق ده. الجو دلوقتي حر جدا وشمس جدا، بس الستاره دي بتعزل الضوء. شوفوا ما احلى الفيو لما الستاره تتفتح. ودي على فكره برضو بلكونه، يعني ممكن تطلعوها، بس الجو دلوقتي بجد ما يشجعش خالص لانه حار. بس شوفوا ما احلى الفيو جايز، بحب قوي شوارع دبي كده الصبح. شوفوا ما احلى الفيو جايز، حبيت. بس الجو الصراحه لو قعدت فيه ثانيه كمان انا هبقى شربه، فخلوني احترم نفسي وادخل احسن. اوكي يا جماعه، هي دي الصاله والبلكونه والمطبخ. خلوني دلوقتي اوريكم الجزء الثاني من البيت اللي هو الغرفه. هو ده الباب بتاع الغرفه، واول حاجه بتشوفوها قدامكم هو الدولاب ده. بس هي تقريبا غرفه ملابس بس شايلين منها الباب او حاجه زي كده، بس حبيت جدا الفكره دي على فكره. يعني شوفوا هنا في ادراج، في دواليب، وهنا في اكتر حاجه حبيتها اللي هي المرايه دي علشان اصور لكم ماي اوتفيت. سو يا هو ده ماي اوتفيت. التيشيرت ده على فكره جبته امبارح، تقريبا ده انمي او حاجه زي كده. وبعد كده هنا في الغرفه الرئيسيه، هنا عندنا كده مكتب فيه مرايه. طبعا احنا اوريدي وسخنا الاوضه شويه لانه يعني قعدنا فيها، فعلشان كده انتم شايفين حاجاتي كلها هنا، الميك اب كل الحاجات دي. الاوضه فيها مرايات كتير فعلشان كده كل شويه بتحسوا ان انا بطلع لكم. يعني شكل الاوضه عجبني قوي لانه برده زي ما قلت لكم الالوان الغامقه دي بتعجبني جدا وبتشدني. هنا حاطين سجادة، وفي هنا سرير ليا والسرير لماما لانه احنا الاثنين بس اللي هنا. هنا في جنب السرير مكتب صغير، وفي برضو زيه هناك علشان نحط مثلا عليه مية او تليفونات او شاحن او كده. البتاعة دي عجباني جدا، انا مش عارفة هي اسمها ايه بصراحة. مدية للأوضة شكل فخم، يعني فخامة مش طبيعية. كمان الانوار اللي هنا السبوت لايت دي تجنن. انا عارفة ان انا قلت لكم كده 5000 مرة في الفيديو ده، لكن عارفين ايه اكتر حاجة بجد بقى المرة دي حبيتها جدا جدا في الشقة دي؟ التلفزيون اللي قدام السرير. شوفوا ازاي التلفزيون والسرير، يعني تناموا وتطلبوا اكل تتفرجوا على نتفليكس. او ماي جاد، اكتر حاجه بحب اعملها في حياتي الحقيقه. اوكي سو زي ما وريتكم هنا في التلفزيون، وهنا في السريرين، ولما تبصوا هنا هتلاقوا ان في هنا كرسي. طبعا انا اللي بنام هنا لانه مش عارفه حاجه غريبه قوي عني، بس ما بحبش في اي مكان جديد اني انام جنب الباب، يعني بحب انام كده في الزاويه. بليز قولوا لي لو في اي حد تاني زيي اكتبوا لي تحت، بس بحس بامان اكتر انه لما يكون في حد هو اللي نايم على الطرف. هنا في الشنط بتاعت ماما، وبعد كده هنا في الستاره دي، وفي هنا برضو شباك كبير. حبيت قوي انه الشباك من السقف لحد الارض، الحاجه دي بتدي وسع يجنن للاوضه. اوكي يا جماعه، انا تقريبا كده وريتكم كل حاجه في الاوضه الا حاجه واحده بس، والحاجه دي على فكره اول ما جينا الشقه دي ما اكتشفناهاش غير بعدين، لانه زي ما انتم شايفين كده مفيش حاجه هنا. الباب ده كده خلاص، كده الاوضه خلصت. لا ما خلصتش. ورا الباب ده ترى في حمام تاني يا جماعه، يعني تخيلوا، يعني حمام كده سري مستخبي. سو هو ده الحمام التاني، ترى هاي. فيا ده حمام اكبر شويه من التاني. هنا في اكيد الشاور، ويا بس كده ترى 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 ترى. مودي حلو جدا النهارده لانه رايحه على المستشفى وهشوف النونو. مش عايزه اقول انا اللي اخترت له اسمه، بس انه انا اقترحت الاسم وبعدين لقيت بسمه انه بتقول او يس يس، انا كنت برضو بفكر في الاسم ده. كنت بقول لها انا نفسي اسمي ابني كذا، فهي قالت لي ايه ده، وانا كمان نفسي اسمي ابني كذا، فهمتوا؟ فالكذا ده هتعرفوه بعدين، هي اللي هتبقى تقول لكم عليه اكيد مش انا. انا حقيقي دلوقتي يا جماعه بموت من الجوع، فيلا نروح ناكل. اوكي جايز، انا دلوقتي بقيت عند بسمه في المستشفى
المستشفى، هطلع لها دلوقتي ونشوف النونو ونلعب معاه وكل الحاجات دي. وطبعا يا جماعه واخده اللابتوب بتاعي معايا لانه عندي شغل كتير جدا لازم اخلصه، وفي نفس الوقت كمان هعمل اعداد للفيديو اللي انتوا قاعدين بتشوفوه دلوقتي ده النهارده في المستشفى. بجد يا جماعه انا هموت من الجوع فعلا فعلا، يعني بطني بتعمل اصوات من الجوع. فطلبت اكل دلوقتي ومستنيه يجي على المستشفى علشان اكل. عايزه برضو ابقى اوريكم الزينه بتاعت البيبي اللي بره الاوضه، او ماي جاد قد ايه تحفه. سو خلونا نروح. قول لي ان انت عايش في دبي من غير ما تقول لي ان انت عايش في دبي، انك تشوف كيس محاره البحر واقع في الارض. طلعنا على الغرفة، شوفوا البالونز اللي برا كيوت، شوفوا جايز شكلها يجنن، دي جبتها لبسنا امبارح. اوكي جايز، طبعا جه الاكل بتاعي، شوفوا ما احلى. او ماي جاد، بس ما فين دلوقتي بيحموا البيبي كيوت. كده جايز نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده. اعملوا لايك على الفيديو، اعملوا اشتراك في القناة، احبكم جدا. دلوقتي هروح اقضي وقت مع بسمة. باي.